مرحبا، اشتناكم ورجعناكم فيديو جديد وهو تحدي الميلك شيك. كل واحدة منا رح تسوي الميلك شيك الخاص فيها. كل واحدة منا رح تسحب 3 مكونات من المكونات المتوفرة عشان تعمل ميلك شيك الخاص فيها. في 3 مكونات مشتركة وهي الحليب، الايس كريم والكريمة المخفوة. هلا رح نسوي حجرة ورقة مقص عشان تشوف مين رح يبلش. حجرة ورقة مقص، حجرة ورقة مقص، حجرة ورقة مقص. عشان هيك أنا رح أعمل ميلك شيك تبعي. أول طلعت لي شوكولاتة كادبري، شوكولاتة فليكس من كادبري. هلا رح أفتحها وأحطها بالخلاط. هلا رح اسحب المكون اللي بعده. طلعت لي شوكولاتة ايرو، هذه هي. ما رح احطها كلها لانها كبيرة كتير. هلا رح اسحب المكون الاخير، طلعت لي شوكولاتة بوينو، هذه هي. بس رح احط اصبع واحد لانه بدقيق. هلا رح نحط حليب. هلا رح احط 4 معالق ايس كريم. رح احط موزة ناعمة، شوكولاتة والفانيلا. هلا رح نحط الخلاط هون، رح بعدين رح نخلطهم. هلا رح نصب الميلك شيك في الكاسة. هلا رح نحط الويبت كريم. رح احط المصاصة هون. هلا رح ازين وخلصت الميلك شيك تبعي وطلع لي شوكولاتة فليكس وكندر بوينو وايرو. انا كتير بحب هدول الثلاثة وعشان هيك انا كتير فرحان. هلا رح ازين الميلك شيك بالمالتيزرز والكرز. رح احط 3 حبات. رح احط حبة كرز هون. هلا رح ادوق الميلك شيك. يوم كتير زاكي. هلا دوري اسحب المكونات وابلش اسوي الميلك شيك تبعي. اسحب اول واحد، طلع لي كيت كات. تفضل. بس رح احطها كلها لانها كبيرة. هلا اجيب الكات، طلع لي سمارتي. أنا كثير بحب السمارتي. هذه هي شكلها. لي أمامي. أحط شوي ملح. هلا رح احط الحليب. تفضل.
هاي احط الايس كريم. هلا رح نخلط المكشوف تبعها بالخلاط. هلا رح اصب لجوري المكشوف تاعها. طبعا كمان رح يكون كتير ذاكي. هلا رح احط الوردة كده. هلا رح ازين الملك شيك تبعي. رح احط حبة كرز فوق. رح احط حبتين بعد ما شفت المكونات اللي استعملتها بالميلك شيك تبعي والمكونات اللي جوري استعملتها بالميلك شيك تبعها، صوتوا فوق بالكارميل اللي بتعتقدوا عمل ميلك شيك أسكر. وما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.